شكرا لك لما، وبالتأكيد برحب بضيوفك الكرام وأهلا بحضراتكم مشاهدينا. أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي ضمن الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي. وعقدت اليوم الثلاثاء جلستان نقشيتان حول أولويات الاستثمارات العامة، ملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام المدرجة ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة للحوار الوطني. وعلى التوازي منهما عقدت اليوم الثلاثاء جلستان نقاشيتان أيضا حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة، الائتمان والديون المدرجة ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي للحوار الوطني. ويتكون المحور الاقتصادي للحوار الوطني من 8 لجان، وهي التضخم، غلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية والسياحة. وخصصت إدارة الحوار الوطني يوم الثلاثاء من كل أسبوع حسب الجدول المعلن منذ انطلاق الحوار الوطني يوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وكافة القضايا المطروحة على لجانه بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع والمتخصصين والخبراء، على أن تعقد الجلسات في تمام 11 صباحا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لجلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني في أسبوعه الثالث، وعودة مرة أخرى للمى جبريل لاستكمال باقي البرنامج.